تعادل سلبي بين الاهلي وبيراميدز في شوط اول مفتوح من الفرقتين، والفرقتين بيسعوا للفوز، ولكن شوط انتهى في النهايه بدون اهداف من الفريقين. ولكن حصلت حاله عليها جدل تحكيمي، وبدل ما احنا نتكلم هنستعين بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر للحديث عن هذه الحاله. مساء الخير يا كابتن ناصر. مساء الخير عليك يا كابتن ايمن، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لكل الساده المشاهدين، نجوم الكبار كابتن شريف، كابتن علاء، وكابتن بلال، وكابتن اسامه. كلمنا عن حاله علي جبرك. كابتن، هي مش جدليه ولا حاجه. انا نادر ان ما اطلع ما بين الشوطين. كويس. انما هي مش جدليه ولا حاجه. واحد زاد واحد يساوي اثنين يا كابتن. كويس. هنجيب الحاله الاولانيه اللي هي في الثانيه 40 تقريبا او في الدقيقه الاولى. هو انذار لعلي جبر طبقا للقانون، هو انذار صحيح اشهره البنا. لو الحاله معانا هنشوفها هنا كابتن ايمن. ستوب، عشان بس دي مش فرصه محققه، عشان بس إيه الناس تبقى عارفه. هات بس اللوكيشن الاولاني كده، اللقطه الاولانيه، هنلاقي فيه مدافع تاني من مدافعين بيراميدز قافل يا بلال هنا. لحظه ارتكاب المخالفه بس، ونقف بس هنا. هنلاقي فيه لاعب هنا نكمل خلاص. نقف بس، نقف 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 نقف، ارجع تاني بعد اذنك، نرجع تاني بعد اذنك، بعد اذنك هنرجع تاني، نرجع تاني. انا عاوز لحظه ارتكاب المخالفه بس ونقف، عشان بس نوضح الفرق ما بين الانذار والطرد. بس هنا في شد. تمام. لو اللاعب المدافع ده كابتن ايمن مش موجود، كابتن علاء كان طرد، لو بره كده يبقى ده راجل رايح منفرد، يبقى هنا في كارت احمر. هنا بتنزل العقوبه هنا، طالما اللاعب ده مغطي بتبقى انذار تعطيل هجوم واعد يا كابتن بلال نتيجه المسك. انذار صحيح ما فيش فيه فصال، زي ما قلت واحد يساوي اثنين. تعالى الحاله يعني دي في الدقيقه الاولى، دقيقه 32 بطاقه حمراء مفقوده، وهقول لك ليه يا كابتن ايمن. نشوف هنا الدقيقه 32 تسديد على المرمى، تسديد على المرمى. هنا القانون بيدي الحكم طبق القانون بقى، مفيش فيها دقيقه، مفيش فيها جدال يا كابتن ايمن، مفيش فيها جدال. هات لي اللعبه واللاعب ده بيسدد على المرمى، وهنشوف هنا 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 بس. دي تسديد على المرمى يا كابتن، دي الوصف بتاعها تسديده. اللاعب هنا عمل ايه يا كابتن؟ هو هنا حسب مخالفه نتيجه ان هنا المدافع كبر حجم ايده، وبالتالي المخالفه هنا صحيحه. طالما احتسبت المخالفه لابد ان يكون معاها انذار يا كابتن ايمن. لو انت ما احتسبتش المخالفه مفيش مشكله خلاص، ده تقديرك. ولكن انت هنا نشوف هنا الايد، هو مش معنى ان اعمل كده بايديا، ما هو ايديا خرجت طبعا، خرجت عن نطاق الجسم. هنا لمسه يد صحيحه والقرار صحيح، ولكن هنا فين البطاقه يا بنا؟ يطلعها. دي بقى مش جدليه يا كابتن ايمن. واتحدى وعلى مسؤوليتي اتحدى يعني اللي عمل القانون، دي مش جدليه، ده انذار مستحق او بطاقه حمراء للانذار الثاني. على مسؤوليتي بقول هنا كان يجب، هنا مع الفاول او مع المخالفه كان يجب طرد علي جبر في الدقيقه، ولعيبه النادي الاهلي راحوا له وكلموه، مفيش فيها هزار يا كابتن، تجاهل. يعني انا بكلم مش جدليه، حاله واضحه جدا جدا جدا. هنا بنا، هنا بنا مفيش حسابات. دي انذار في الدقيقه الاولى، دقيقه 32، وانا بقول على مسؤوليتي بطاقه حمراء مفقوده كان يجب فيها طرد علي جبر للانذار الثاني نتيجه تسديد على المرمى، والمخالفه موجوده ولكن البطاقه الحمراء مش موجوده. صحيح. اشكرك شكرا جزيلا. حبيت اوضح بس كابتن ايمن، لان البعض هنا حتى يرى ان احنا بنجامل. لا مش مجامله، انا بكلم ده القانون، ودي زي ما قلت لك دي تفصيله مع كل الحكام عارفاها، يعني حكم الدرجه الثالثه والثانيه والاولى عارفين هنا انذار الثاني تسديد على المرمى وفي مخالفه لمس كره بيد فيها انذار. صحيح. بس شكرا جزيلا كابتن ناصر، ولينا لقاء مره اخرى بعد نهايه المباراه ان شاء الله. نروح لفاصل، نرجع لحضراتكم مره اخرى بعد الفاصل، انتظرونا.